أهلا بكم ضفنا اليوم في هذه الحلقة وهذه المسيرة مع أعلام ومشاهير قراء القرآن الكريم يكفي فقط أن نذكر اسمه هو فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه الاسم فقط يكفي فحينما نسمع اسم الشيخ مصطفى إسماعيل تأتي إلى أذهاننا وتتداعى الأفكار وأيضا تأتي المشاعر في القلوب من تلاوته للقرآن الكريم فكان بحق هو الحنجرة الذهبية هو ملك المقامات أتقن قراءة القرآن الكريم وتلاوته بتسعة عشر مقاما موسيقيا فتربع منذ ذلك الوقت البعيد وحتى اليوم وإلى ما شاء الله على عرش التلاوة في مصر والعالم كله فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه في مصر دولة التلاوة الشيخ مصطفى اسماعيل أسميناه بصاحب المقام الرفيع كان الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله صاحب مدرسة متميزة في دولة التلاوة أتم تجويد القرآن وتلاوته بالقراءة العشر وعمره لم يتجاوز السادسة عشر كان يمتلك من الذكاء ما جعله يستمع إلى كل المدارس التي سبقت مثل مدرسة الخشوع والإحساس التي أسسها الشيخ أحمد ندى ومدرسة التصوير النغمي التي أسسها الشيخ منصور بدار والشيخ الشعشاعي وعمل مزجا جميلا بينهم قبل أن يضيف فكرا جديدا ليؤسس مدرسته الخاصة في دولة التلاوة رحم الله صاحب المقام الرفيع الشيخ مصطفى إسماعيل برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام وبرحب بفضيلة العلامة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة أهلا بكم صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بكم مرحبا أهلا بحضرتك النهاردة سيرة ومسيرة علم من الأعلام ونجم في سماء قراءة القرآن الكريم وتلاوته فضلة الشيخ مصطفى إسماعيل صاحب المكانة الرفيعة في القلوب أولا حضرتك تقول عليه إيه وتقول إيه على مفاتيح شخصيته ومدرسته في التلاوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, الله وآله وصحبه ومن ولا اشتهر الشيخ مصطفى إسماعيل بلقب عبقرية التلاوة صحيح لكن أنا عايز اديله لقب تاني م. من عندي كده هو بس يعني عن دراسه وعن تتبع صاحب المقام الرفيع الله فعلا صاحب فعلا. المقام الرفيع لانه الحقيقه هو ولد 1905 وانتقل سنه 78 عن 73 سنه الشيخ مصطفى اسماعيل قرأ ب 19 مقام. بقول لك تتبع انت بقى مصطفى اسماعيل وحلل ها تحليل علمي الصوت بتاعه والأداءات بتاعته. وحكى اسمع أنه هو بيقرأ القرآن الكريم بتمكن بالمقامات لكن 19 مقام 19 مقام. فكان فريدا وحيدا كده فكان عبقري عبقرية مذهلة عبقرية الإنسان الفنان العميق الواسع عايز أقول لك برضو لقب تاني زي صاحب المقام الرفيع أقول لك أكتر من كده منحة الإله الله فمنحة الإله دي ملهاش اي تصرف الا شكر النعمه طبعا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فالشيخ مصطفى اسماعيل كان من نعمه ربنا علينا نشا في طنطا ودرس وحفظ ورتل وقرا وتمام التمام لكن جه القاهره وجه القاهره والملك بتاعنا كان الملك فاروق. مم. في اليوم ده هيذاع القران الكريم من مسجد سيدنا الحسين بتلاوه فضيله الشيخ الكبير عبد الفتاح الشعشاعي طبعا. وسيستمع لهذه التلاوه وجنب الراديو جلالته. مم. الملك نفسه قاعد بيسمع التلاوة. الملك نفسه قاعد بيسمع وهيسمع بقى الشعشاعي ها جنب الراديو بقى الشيخ الشعشاعي عطله شيء ادي المنحه الالهيه اهي لو كان حضر خلاص ده ابو كل ده ما فيش وبعدين هو كمان معتمد في الاذاعه فما فيش اشكال مين وراء انه يقول له تعالى يا بني علشان اعرفك على القراء في القاهره الشيخ الصيف الله يرحمه قال له مصطفى اسماعيل رضي الله عن الجميع تعالى فساب ميت غزال اللي هي القرية بتاعته وجه استجابة لدعوة سيدنا الشيخ الصيفي علشان يعرفوا بالقراء وجو القراء ودولة القراءة في القاهرة جه الشيخ مصطفى وبعدين بيبصوا لقوش عبد الفتاح الشعشاعي الله ده احنا هنذيع دلوقتي الحكايه ما هياش هزار وجلالته بيستمع قال لهم خدوا الشاب ده يقرا وعلى ضمانتي قالوا بس ده مش معتمد نمره اتنين ما احناش عارفينه مين مصطفى اسماعيل ده لاول ده مره يعني قال لهم خدوها على ضمانتي انا عارف انا بقول ايه له كلمه هو على الناس دي اللي هم بتوع الاذاعه مصطفى اسماعيل يبدع ويجيب وهو عبقري التلاوه الذهبيه بتاعته الذهبيه ها بقى الذهبيه 19 مقام بس مش في الوقت ده يعني كلهم انا آه، على مره آه. حياته بيقرا 19 مقام جلالته اتبسط اخر انبساط اكيد قال له يا مراد باشا هات لي الجدع ده مين ده مراد باشا كلم واحد كان اسمه محمد باشا سالم ومحمد باشا سالم ده قال له يا محمد هات لي الراجل اللي بيقرا ده راح زي ما المصريين بيقولوا في صلقط في ملقط يدور على الراجل ده كل الناس يقولوا مش عارفينه الاذاعه بتقول مش عارفينه الله طب ما, ما انتوا مش عارفينه بالظبط بت بتجيبوه ليه؟ منحه الهيه سبحان الله منحه الهيه وراح فضلوا يدوروا عليه لغايه ما لقى مأمور المركز وعمده 100 غزال وكده هاجمين على البيت لان الخاصه الملكيه عايزاه فالعمده بيقولوا له انت عملت ايه يا مصطفى؟ عملت ايه يا ابني؟ قال له انا ما عملش حاجه. ده آه <applause> الدنيا مقلوبه بره. اه الدنيا مقلوبه بره على هيئه الايه؟ المقبوض عليه علشان يروح لما راح القصر قابله مراد باشا محسن وقال له مبروك انت بقيت القارئ الخاص للمنتزه وقصر التين بالاسكندريه التابع لجلالته الله 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 ورفع السماعه على سعيد لطفي قال له القارئ الملكي تذاع قراءته في الح... قال له حاضر يا مولانا ما خلاص ده ده كده اتعين فهو القارئ الوحيد الذي عين من غير لجنة الاستماع الله الله دي كلها منح ربانية طيب ممكن نعرف بقى بعد ما راح إيه اللي حصل بس بعد الفاصل في الإذاعة في الإذاعة نقول في الإذاعة <applause> بعد الفاصل إن شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك أرجوكم خليكم معانا يعتبر أذكى قارئ أنجبته مصر بل يعتبر العملاق بمعنى الكلمه لانه نظر وسمع ما قبله لاحظ ان هناك مدرستين مدرسه الخشوع ومدرسه التصوير النغمي جمع هاتين المدرستين في مدرسه واحده واضاف اليها الفكر الجديد والنغم الجديد يبدا بقرار البيات يمهد كثيرا ياخذ صوته واحده تلو الواحده الدرجه ثم الدرجه لدرجه انني اشك انه لم يتمكن من اتمام هذه التلاوه ولكن هذا تمهيد ولما لا فهذا القارئ كان يقرا بالثلاث ساعات والاربع ساعات مالك مقام النهاوند هو من ابدع في هذا المقام يبدا في البيات او بالله من الشيطان الرجيم تشعر انه مجهد جدا وفجاه ينتقل الى حاله اخرى في الرصد بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق تشعر انه يعمل علامه استفهام لان هذا سؤال النجم الثاقب، اذا كل ركوزاته غير عاديه، كسر قوانين الموسيقى، لابد ان يذهب من البيات الى الرست من الدرجه الرابعه، هذا يقول الرست من اي مكان، وهذا يسمى فن التصريف، ما معنى فن التصريف؟ ان القارئ يتمكن من ان ينقل اي مقام من اي منطقه تناسب مساحته الصوتيه بدون اي نشاز في الصوت حقا الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله صوت من السماء <applause> قريه الشيخ مصطفى اسماعيل هي عباره دونها اهالي قريه ميد غزال على مدخل بلدتهم فخرا واعتزازا لكون هذه الارض كانت شاهده على مولد ونشاه احد اهم رموز مصر دوله التلاوه الشيخ مصطفى اسماعيل. قال رب بأن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وعلى بعد دقائق معدودة من مدخل القرية تجد منزل الشيخ مصطفى إسماعيل تحيطه الأشجار من كل اتجاه يضم بداخله مسجدا يحمل اسمه ويتردد عليه اهل القريه بشكل دائم في اخر اسبوع قبل ما يتوفى شاف رؤيتين شاف المكان اللي هيندفن فيه المكان اللي هيندفن فيه مش المقابر لا ده مكان جوه البيت لما صحى الصبح راح وقف في مكان وجاب امي كانت معاه قال لها تعالي انا هجيب تصريح من رئيس انور السادات وندفن هنا في الحته دي أهلا بحضراتكم مرة تانية ولسه بنستكمل سيرة ومسيرة فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمة الله عليه أو صاحب المقام الرفيع كما أطلق عليه فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بكم في الدكتور أهلا, أهلاً وسهلا بك أهلا بحضرتك الإذاعة وذهاب الشيخ مصطفى إسماعيل للإذاعة والمحطات اللي مر بيها والمواقف اللي مر بيها في الإذاعة كانت إيه. كما ذكرنا في الجزء الأول من هذا الـ من هذه الحلقة أن الشيخ مصطفى اسماعيل هو الوحيد الذي ذهب إلى الإزاعة من غير المرور على لجنة الاستماع لأنه كان مقرئا للقصر وأرادت طبعا الإزاعة أن هي تتعاقد معاه تشوف الشأن معاه علشان يقرأ فيها مثل القراء الكبار فذهب الى الاذاعه ويبدو ان احد القائمين على لجنه الاستماع يعني تعجب شخص مجهول ياتي وكان القضيه انه علم القراءه والقراء عندهم عزه العزه كما نص في القران لله ولرسوله وللمؤمنين فهم مش عندهم تكبر انما عندهم عزه لا بتاثر فيهم المناصب ولا الشهره ولا المال انما اللي بيؤثر فيهم ان يعاملوا معامله لا تتواءم مع من يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى فذهب الى الاذاعه قعد بره ثلاثة اربع ساعه المفروض ان انا لما باجي الساعه 5 ادخل خمسة 5 وربع يبقى ادخل 5 وربع لكن اقعد ثلاث اربع ساعه يبقى فيها نوع من انواع الاستهانه ويمكن الاستاذ محمد فتحي هو اللي كان ماسك هذا الشان حينئذ دخل لابي بيتكلم في التليفون مكالمه طويله شوي ما قالوش شو اقعد الله دي كلها حاجات تستوجب الغضب اه طبعا اه قال له على فكرة انت غلطت لما خليتني بره تلات اربع ساعة وغلطت لما ما تقوليش اتفضل اقعد حتى ما تشاورش بايديك وانا اللي انا عايز اشتغل في الاذاعة ولا انا اطيق هذه المعاملة الجافة اللي فيها جفوة وفيها كذا ذهب مصطفى اسماعيل ولم يرضى بانه هو يعامل هذه المعاملة فالملك عايز يسمعه فطبعا الديوان الملكي بيتصل بسعيد لطفي وبيقول له فين الشيخ مصطفى اسماعيل فضغطوا عليه ان هو لازم يعني ايه مش فقط يكتفي بسيدنا الحسين وكان هو تملي برضه يقرا في الازهر فضل يقرا في الازهر من سنه 1947 لغايه منتقل فالمهم انه الشيخ مصطفى اسماعيل دخل الاذاعه ولكن يعني على مضض بحيث أنه هو لم يكن يريد هذه المعامله بعد كده بقى انتشر وبعد كده عرفوا من هو الشيخ مصطفى اسماعيل اللي هو منحه الاله وعرفوا من هو صاحب المقام الرفيع اللي احنا قلنا عليه دلوقتي صاحب المقام الرفيع ده راجل في القيادة فعلا الشيخ مصطفى اسماعيل عمل مدرسة مدرسة متميزة عن مدرسة الشيخ رفعت مدرسة متميزة عن مدرسة الشيخ الشعشاعي مدرسة متميزة غاية في التميز ويمكن ربنا يديله الصحة وطولة العمر والعمل الصالح الدكتور أحمد نعينع آه وهو طبيب يعني احب الشيخ مصطفى اسماعيل ولزمه واخذ منه فهو من اعلام هذه المدرسه الاحياء ومن علامات قراء مصر الان انا شاكر جدا وجود فضيلتك معنا والحياة الحديث عن فضل الشيخ مصطفى اسماعيل لا ينتهي ولا يمل لا ينتهي م. لانه كان صاحب المقام الرفيع طبعا طبعا نعم. هو صاحب المقام الرفيع نعم. شكرا جزيلا صاحب الفضيله شكراً, شكرا جزيلا دكتور علي جمعه شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام والى اللقاء صورة الفتح كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عندما أنزلت لقد انزلت علي ايه هي احب الي من الدنيا جميعا صلى الله وسلم على سيدنا النبي